اهلا بيكم في المرسم، انا نجلة. الفيديو ده هيكون تكملة لاساسيات البورتري. انا عملت قبل كده العين، وده هيكون رسم الانف من عدة زوايا. بشكل عام في رسم البورتري يا اما بندرس التشريح علشان نقدر نرسم صح او من خيالنا ومن غير ريفرنس، او بنتدرب كتير جدا على الملامح لحد ما العين تحفظها ونقدر نفهم تأثير الظل والنور عليها، وده كمان هيوصلنا لنفس النتيجة بتاعة دراسة التشريح. الطريقة اللي هرسم بيها بتعتمد على تحديد مصدر الضوء، وبعد كده أتتبع تأثيره على عضلات وعظام الوجه، وفي الفيديو ده تأثيره بالتحديد على الأنف. في كل الزوايا اللي هرسمها أنا بتبع نفس الخطوات، وهي بتبدأ بتحديد القياسات، وبعد كده ألاحظ الأماكن اللي فيها ظل وأضللها بقلم خفيف بحيث يكون عندي كونتراست بين الظل والنور في الرسمة. بعد كده هستخدم درجة رصاص أغمق شوية عشان أأكد على المناطق اللي فيها الظل. أما في الدمج فأنا بستخدم قلم F اللي هو يعتبر فاتح جدا عشان أقدر ألغي الحدود بين الفاتح والغامق أو تكون ناعمة على قد ما أقدر. بعد ما نحدد القياسات وأماكن الظل والنور ونأكد على مناطق الظل، بيبقى أهم خطوة هي التضليل الصح. وعشان تعرفوا طريقة التضليل الصح أنا هسيب لينك في آخر الفيديو، اتفرجوا عليه وطبقوا التدريبات لأنها هتساعدكم تتحكموا بسهولة في القلم. لو لاحظتوا ان انا بعمل خطوط خفيفة جدا عشان احدد مكان الانف بالنسبة مثلا للعين او الشفايف، فما تكونش طالعة برة قوي او داخلة جوه قوي، وحاول يكون في تناسق بين الملامح. دي كده الطريقة اللي انا بستخدمها دايما، وهي بتعتمد على اللي انا بشوفه بعيني وازاي اقدر افسره او احلله لخطوط بسيطة ومناطق ظل ونور، وبالتالي اقدر اكون اللي انا عايزة ارسمه. لكن طبعا يبقى لكم الاختيار اذا كنتوا حابين ان انتوا تدرسوا التشريح او تفهموا اكتر تكوين العظمة او العضلات بيكون ازاي، ده كمان برضو هيساعدكم جدا في الرسم. لو عندكم اي اسئلة اكتبوها في الكومنتس، ولو دي اول مرة تشوفوا فيديو على المرسم وعجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب،
وتضغطوا على الجرس علشان يوصلكوا تنبيهات لما أعمل فيديو جديد. شكرا جدا لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال.